السلام عليكم. دش أنا مؤخرا وزير الصناعة الصيدلانية سيد علي عون برفقة والي ولاية وهران، دش مصنع جديد لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في إقليم ولاية وهران، بحيث أنه المصنع هذا الجديد يعتبر استثمار لمستثمرين خواص جزائريين، وهذا اللي عرفوا نجاح كبير في ميدان الصناعة الدوائية بعد ما كان تكوينهم تكونوا في الخارج، ثم بعد إنشاء أول مصنع لهم في المنطقة الصناعية تاع وهران تاع سي عامر في 2017، ها هم اليوم يدشنون مصنع جديد كبير في ميدان صناعة الأدوية المضادة للسرطان. وللعلم أنه تكاليف علاج مريض سرطان تكلف 100 ألف دولار سنويا، إذن تكاليف باهظة. والأدوية تاع المضادة للسرطان هي أدوية تعتبر باهظة، والحمد لله بفضل هذا الاستثمار سوف يتم إنتاج كثير من هذه الأدوية في الجزائر تحت تسميات ربما مختلفة، لأنه في صناعات هي احتكار لبعض الشركات العالمية، لكن فيه إمكانية لصناعة الأدوية هجينة، إذن يعني مطابقة للأصلية ولكن فيها اختلافات من ناحية التغليف ويعني من ناحية التسمية. إذن هنيئا للجزائر بهذا المصنع الجديد اللي نشوفه، أنا الصور رائع وكبير. وللعلم كذلك أنه الجزائر الآن تصنع وتنتج حوالي 70% من احتياجاتها في ميدان الأدوية بصفة عامة، وهذا أمر جيد. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.